يشرفنا اللقاء بكم في دورة جديدة من منتدى الإعلام الإماراتي. فمنذ آخر لقاء لنا في هذا المكان تغير الوقت، ومع الوقت تغيرت الظروف. فنحن نعيش اليوم وسط حرب إعلامية قاسية اتخذت من مواقع التواصل الاجتماعي ميدانا، سلاحها الكذب والتلفيق. اليوم بإمكان أي شخص ينشر قصصا مضللة ويصدقها الناس ويتداولها على نطاق واسع، وهذا يحدث من خلال الجهاز اللي موجود عندنا كلنا وعند أولادنا وفي بيوتنا، وهو مثل أي أداة توجد في البيت، ممكن استخدامها إيجابية وممكن استخدامها سلبية. وأبدأ معك أستاذ محمد الحمادي، ما هي التحديات التي تواجه هذا الصوت اليوم؟ كل هذه الأمور حقيقة وضعت الإعلام الإماراتي على المحك. اليوم في منتدى الإعلام الإماراتي نجد مشهد آخر، وهذا شيء أيضا ساهم في تعزيز الخطاب الإعلامي وتأثيره بشكل ملموس. خلال تولي الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئاسة القطاع الإعلامي لحكومة إمارة الشارقة، العديد من الإنجازات الإعلامية التي عززت حضور إمارة الشارقة على الخارطة الإعلامية العالمية. المفروض يركز على الجمهور. إذا أنا عندي نجم أو مذيع أو ممثل عنده منصة أخرى في السناب شات، في الإنستغرام، في التواصل الاجتماعي، ليش أنا بدعمه؟ لأنه في النهاية بيمثل الإعلام الإماراتي. في المنتدى الإعلام الإماراتي اليوم شهدنا شعار وهو الإمارات خط أحمر، ونحن كإعلام لبناني نؤيد هذا الشعار، لا بل نريد أن يكون فعلا وتطبيقا، خاصة في الظروف التي نمر بها في المنطقة. شهدنا اليوم هذه الجماهيرية وهذا الحشد الكبير من الإعلاميين الذين شاركوا في ندوات عديدة يتحدثون عن مشاكل المنطقة وكيف يمكن الإعلام العربي مواجهتها. نشد أيدينا على دولة الإمارات وعلى المملكة العربية السعودية وكل منطقة الخليج من أجل أن يبقوا مستمرين في هذا التقدم وهذا الازدهار وهذا التطلع إلى الأمام دون النظر إلى كل ما هو حولنا من تهديدات، لأنه فعلا كما شاهدنا أنه من الإعلام ومن الشعب ومن الحكومة ليس هناك أدنى شك بأنه هن الأقوى وهم الصح وهم الأفضل وهم الذين يسعون إلى تأمين الأمة العربية بتكون أنها تكون بمنأى عن كل التهديدات من إيران وأتباعها. جيدة وطيبة ما لم يكن مجهودي.